السيدات والسادة، إن في يديكم فرصة لا تفوت لتبقى آمالنا حية. وأحثكم هنا أن تنظروا إلى تلك الفرصة بطموح وبخيال واسع وبشعور حقيقي بمدى إلحاح هذه الحاجة للالتزام بالعمل الحقيقي لرسم ملامح مستقبلنا. ففي العام 2050 سيداتي وسادتي، لن يسألنا أحفادنا عن ما قلناه، بل سيعيشون مع عواقب كل ما فعلناه أو ما أغفلنا فعله. وإذا عملنا معا من أجل حماية كوكبنا الغالي، فإننا سنضمن بالتأكيد رفاهة وصالحة جميع شعوبنا. وعلينا أن نتذكر بأن الرؤية الأصلية للعالم تعلمنا بأننا جميعا مترابطون، ليس فقط البشر بل كل الأحياء وكل ما يديم حياتنا، وضمن هذا النظام المقدس. فإن الانسجام مع الطبيعة يجب أن يبقى دائماً موجوداً، لأننا لا نمتلك الأرض، بل الأرض هي من يمتلكنا.